ممكن تحكي لنا مثلا عن ايه اغرب الحالات اللي جات لك؟ جالي حالة لشاب لسه متخرج من الثانوية العامة وكان سائط وكان عايز يزرع فكرة في بابا ومامته ان هو نجح وان هو جاب على الدرجات. فطبعا يعني انت عارفة الشباب وطش الشباب، فانا قلت له الفكرة دي اساسها مبني على كده طبعا، وقلت له اللي احنا هنزرعه فيهم ان هم يفرحوا بيك ان انت سقط، ان انت موجود معاهم، انت سقطت بس انت لسه موجود معاهم، فهم هيفرحوا بيك ومش هيتضايقوا ان انت سقط خالص. صح. وده حصل اهله كانوا مبسوطين بيه جدا، كانوا فرحانين بيه جدا، وكانوا فخورين بيه، ودلوقتي هو ان هو سقط. بالظبط. يعني انت عارفه اللي بيحصل كتير لما حد بيسقط. أيوة. او كده يعني بيتعرض يعني لضغط نفسي مهول. طب. فاحنا حمينا هذا الشاب من هو يتعرض للضغط النفسي ده والاسره كمان. صح. يعني عادي وهيعيد بقى السنه ومبسوطين بيه وفرحانين بيه. اه ودخل معهد وهيشتغل خلاص وهيتخرج. ف يعني الموضوع لسه مستمر والريتاتش بتاع زراعه الفكره مستمر. بالتوفيق. قناة النهار الجديد الفضائية.